أهلا وسهلا بمن زارنا من دولة قطر الحبيبة. يا مرحبا بكم زوارنا الكرام، نورت تركيا بقدومكم. شركة سفرك السياحية تقدم عرض 5 أيام 4 ليال في ربوع تركيا الرائعة. لتزوروا معنا 3 مدن تركية: إسطنبول، مدينة الجمال والتاريخ، مدينة بورصة الخضراء، والصعود إلى جبل أولوداغ بالتلفريك الأطول بالعالم، وزيارة أولو جامع والسوق القديم، ومن ثم زيارة مدينة صبنجة للتمتع بالطبيعة الجميلة والتمتع بالنشاطات والرياضات المدهشة. حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً. احجز الآن سفرك السياحية، رفيق سفرك الدائم.